في عطري سحرا سيحرر أوتارك. لجعلت العالم أزهارا من حب تروي قيثارك. لو يمسح وجهي منديلا قد يحمل حتى آثارك. لحست عطوري إن لمست ما صافح يوما إذفارك. يا مرحبا فيكم، يسعد اوقاتكم، ان شاء الله ايامكم كل عطر. بتمنى تكونوا باتم الصحه واهنى بال. عن جديد احد العطور النسائيه يلي كثير بهواها قلبي، اللي هو السي من جورجو ارماني، نسخه السي يعني العاديه، معنا الاودو برفيوم. الاودو برفيوم اللي بيجي غطاها من نفس لون القنينه. هاي القنينه يعني تفتتح كعطر بالكاسيس وبالقلب الورد والفريزيا، وبالقاعدة يوجد الباتشولي، الفانيليا والأمبروكسان، كمان النوتات الخشبية. عطر تم إنتاجه بال2013، من العطور الجميلة جدا والستات بطريقة يعني ملفتة وجذابة، وفيكم تعتبروه حتى من العطور الفيميني المثيرة، من العطور الشبيهة لإله. إذا بكون تروحوا لشيء يعني اللي يعني اقتصادي أكتر، فيكن تاخدوا الانوومن من لاريفا، وممكن كمان من إليزابيت أردن العطر اللي اسمه إن ريد أو ريد، يلي اللون لأنينا حمراء. هذا هيك كان معنا الريفيو لليوم، ما حنطول عليكم كتير، بس هذا أنصح فيه وبشدة. ولكن ما تشتروه شراء عمياني، لازم تجربوا العطر على جلدكم وتشوفوا انه بتوائم مع بشرتكم ولا لا بالبداية قبل الشراء. وبتمنى ترشوا كل عطوركم بالهنا، كونوا بخير بأمان الله.